ولذا قال صلى الله عليه وسلم في رمضان قال استكثروا من أربع خصال، استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم جل وعلا، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فأنت على السحور وعلى الإفطار بين الأذان والإقامة ودبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع، وأنت على فراشك أكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، أو تقول لا إله إلا الله وأستغفر الله، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاستكثر من هذا دائما، شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وخصوصية شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله أنك إذا اعتدها لسانك وتذلل بها تصير سهلة عليه، أسهل من النفس للرجل الصحيح. وهذا تحتاجه أنت متى؟ تحتاجه في شدة المرض وعند شدة الخوف وعند شدة الكرب وعند العسر، وأعسر ما يكون عند النزع، أعسر ما يمر بك عند النزع. فكيف أنت تعالج سكرات الموت وتقول لا إله إلا الله؟ ما تقول هذا إلا إذا تعودت وذل بها لسانك. فاجعل لا إله إلا الله صديقتك، لا تعود لسانك كلمة أكثر منها حتى تجدها أحوج ما تكون إليها، شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. فإذا جمعت بين التوحيد والاستغفار ما يبقى لك ذنب، لأن التوحيد يجب الذنوب والاستغفار يمحو الخطايا. فاستكثر من هذا في رمضان، لا إله إلا الله واستغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. قال صلى الله عليه وسلم وخصلتان لا غنى بكم عنهما تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فإنه ثبت في الصحيح أن المؤمن إذا قال ثلاث مرات اللهم نسألك الجنة قالت الجنة نفسها اللهم أدخله إياي، وإذا قال ثلاث مرات استجرك من النار قالت النار يا ربي أجره مني. فيقيض الله لك من خلقه من يعينك على تحقيق مطلوبك. ولذلك جاء في خصائص رمضان أن الملائكة تستغفر للصوام حتى يفطروا، يعني تستغفر لهم في اليوم من السحر إلى الفطر، وتستغفر لهم في رمضان من أول يوم إلى الفطر إلى آخر رمضان. الملائكة عليهم السلام خلق أطهار، ما ارتكبوا الآثام وما أكلوا الحرام.